طيب قولي، هناك في السويد انهي اشهر يعني عندهم بيهتموا بايه اكتر؟ لعبة في الالعاب دي بيهتموا بكرة القدم اكتر ولا كرة الباسكت ولا كرة اليد؟ يعني ايه اكتر لعبة هناك ليها شعبية كبيرة في السويد؟ I would say football and أقول كرة القدم والهوكي، هذه هي أكثر الرياضات شعبية في السويد. كرة القدم والهوكي دول أكتر لعبتين هناك ليهم شعبية. طيب يعني ما ينفعش نتكلم عن كرة القدم ونتكلم عن السويد وما نجيبش سيرة النجم الكبير زلاتان إبراهيموفيتش. يعني إبراهيموفيتش عنده شعبية كبيرة جدا 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 في العالم كله، ومش بس في السويد، لا هو يعني حتى عندنا هنا احنا يعني ليه جماهيرية كبيرة. فقولي انت شايف ايه اللي وصل إبراهيموفيتش للحتة دي ان هو يبقى ليه الجماهيرية الكبيرة دي يعني وينجح النجاح الساحق ده؟ أقول بالقطع أن الأمر يرجع لعقليته، إنه يتمتع بعقلية رائعة، لديه مهارات جسدية ولديه مهارات عقلية رائعة، وعندما يكون لديك هذين المهارتين تستطيع أن تحقق كل شيء، لذا فهو من أفضل اللاعبين ولا يزال يؤدي بشكل جيد. إن الأمر يعود إلى عقليته الرائعة، طيب هذا هو السبب. أنت شايف إنه زلاتان إبراهيموفيتش هو الرياضي الأفضل في تاريخ السويد؟ بالتأكيد طبعا.